انتهت اللجان الإشرافية في محافظات المملكة الأربع مساء أمس من عملية استقبال طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات النيابية والبلدية 2018 وذلك في نهاية اليوم الخامس والأخير من عملية استقبال طلبات المترشحين. وقد بين الساده رؤساء لجان الاشراف على سلامه الاستفتاء والانتخاب ان اليوم الاخير شهد اقبالا كبيرا أن انعكس على اعداد الراغبين في الترشح مشيرين الى ان هناك بعض الطلبات قد تم رفضها لعدم استيفاء الشروط